نقدر نقول لك هذا طوفان يعني في السنوات الاخيره ديال الاغتصاب. واش غادي يربطونا بالاغتصاب؟ المغرب يساوي الاغتصاب. ماشي غادي نخلعكم ولا غندخم لكم هذه الارقام، ولكن الواقع يعني ان هناك ارتفاع في عدد ملفات ديال الاعتداءات الجنسيه. ما تتحسبش هذاك، لو كان نحكم عليه انا راه نحكم عليه بالاعدام. La loi, il y a un différentiel statuant sur le caractère aggravé de la violence lorsqu'elle est déflorée ou elle n'est pas déflorée. Aujourd'hui, cet attentat à la pudeur, ce hatkar, je ne sais pas ces articles, qu'est-ce qu'ils font encore dans le code pénal. Vous savez, c'est délicat. Même les juristes n'arrivent pas. Le hack de l'art, c'est un terme qui est scandaleux, qu'on ne comprend pas, qui des articles qui sont là. Enfin, moi personnellement, en tant que juriste, je ne comprends pas pourquoi ils sont là. Est-ce que c'est parce qu'il y a des viols sur les enfants? Parce que hack de l'art, il est traduit comme attentat à la pudeur. En français, alors imaginez. Comme je vous disais, un viol, c'est un viol, que ce soit qu'il soit pratiqué sur un enfant, sur un homme, sur un. Il faut lui donner le terme de viol, comme partout dans le monde. بالاخلاق ارتكب ضد شخص رغم ارادته، بمعنى هذاك العرض تتكون يقل خطوره عن الاغتصاب، لان الاغتصاب بمعنى تيكون الانسان نقدر نسميه بان تتجرد من الانسانيه ديالو وكيولي بحال شي حيوان مفترس، انك ياخذ داك الشيء بالقوه. اما هذاك العرض الامر كيتعلق غير بواحد المساس بالاخلاق. عيشوا معايا هذه الكلمه، هذاك العرض. هذه الكلمه شويه حنا في اللغه العاميه ديالنا شويه خايبه وشويه قاصحه وخبيثه شويه، فاش كنقولوا هاتك كاين صحه. فاش كنقول تسمعوا لي ندوي معكم اكثر شو فاش كنقول هذه الكلمه كنتخيلوا الصحه كاينه، الصحه ما كاينش نظائيا، وبالتالي نحيدوا دماغنا من هذه الهضره ديال بدون عنف وبعنف، خصنا نحيدوها من راسنا في حالات معينه
شوف دير ليا تكييف اخر، قول لهم فساد، قول لهم اللي بغيتي تقول، ولكن ما تقولش هذاك عرض بدون عنف. يا عنف يا ما كاينش، يا ما كاينش هذاك. Le mot même du viol comporte, comme je vous ai dit, une effraction à l'intérieur de l'autre. C'est une des violences majeures. De toute manière, dans la définition de l'OMS, voilà, c'est une violence. C'est un acte perpétré avec violence, par surprise et avec violence. On ne peut pas parler d'un viol doux, ça n'existe pas. أنا بكل صدق مادة 484 أتمنى في المستقبل يعني يشطب عليها أو على الأقل نميزه واحد القاصر، هل هو عديم التمييز أم مميز؟ يعني مثلا قاصر هاد الدولية، أنا مثلا قاصر ديال 5 سنين و60 واحد وكذب عليه بساندويش ولا كذب عليه باستا ولا بالشوكولاط ولا بالببوش ولا ما عرفت باش غيكذب عليه ويشدوا بديمارس عليه، لان الاعتداء الجنسي راه ماشي فقط هو العلاج. المساله ديال بدون رضاه انا لست متفق معها وما عندي ما ندير، انا ملزم بتطبيق القانون، انا رجل تطبيق القانون، ماشي غادي نقول هضره اخرى، انا ماشي مشرع. ودي اقل من 18 سنه بمعنى تنعدم عند الرضائيه، ما يمكنش تقول لي ان واحد الضحيه عندها اقل من 18 سنه انها تمشي تمارس معك الرضا، بمعنى هي اصلا تتنعدم عندها التمييز والادراك ان باش تعرف واش هذا الشيء مزيان او لا ماشي، واش صالح ليها او لا غير صالح ليها. هذا هو اللي الان كاين النقاش قانوني فعلا كيتعلق بالرضائيه، واش القاصر عندها واش فعلا عندها الرضائيه او لا ما عندهاش. انا سبق لي ان اصدرت عده احكام بالنسبه لحالات ديال الاعتداء الجنسيه ديال اطفال هكا 5 سنين 8 سنين، لم نعتبر فيها الرضائيه ديال الحدث، وتراوحت، انا نقولها لكم بالوضوح باش تكون، تراوحت ما بين 20 و 25 سنه. انا بالنسبه لي داك اللي كيتعدى جنسيا على ولد صغير بحال هكا انا اكثر من داك اللي قاتل. عوض ما نشوفوا انه شكل من اشكال التعذيب وهو تعذيب في حد ذاته، كنقولوا كنمشيو لذاك الافتضاض، راه هو مازال فيارش، وذاك التعذيب اللي دارها جاو عندنا حالات اللي مقطع اللحم ديالهم اللي بسكين ضربهم، راه عندنا وحده اللي العاهه جاتها عاهه في عينها، عاهه مستديم مابقاش كتشوف بداك الضربه اللي ضربها. شتيو المسنه ديال الجديده؟ شتيو المسنه ديال بني ملال اللي معضوضه اللي مضروبه اللي يعني هذا تعذيب. حنا كنمشيو مباشره للافتضاض ولا ماشي افتضاض؟ او نيفو دو لا لوا يا اون ديفيرون ان ديفيرونسييل ساتيون سور لو كاركتير اغرافي دو لا فيولونس لورسكيل اي ديفلوري او ني با ديفلوري مي سي يا اون انفراكسيون سيكيك اي فيزيك كيل سوبي كيل سوا ديفلو كيل سوا بينيتري بار لانوس او بار لا بوش او ايتترا a un impact considérable sur elle. Évidemment, peut-être pas le même au niveau de sa famille qui va dire « Allah, Abadama, voilà. » Mais il faut savoir que c'est considéré comme un viol. L'article qui considère comme une
comme une circonstance aggravante le fait de déflorer la défloration de femmes, je le trouve scandaleux. Parce que c'est déjà une discrimination entre les femmes. Une femme vierge n'est pas comme une femme dépucelée. Donc c'est anormal. Et puis comment on peut considérer que le viol, il est différent par rapport à une femme vierge que par rapport à une femme non vierge. Le viol, c'est un acte de violence. Une professionnelle, que ce soit une jeune fille, que ce soit une femme âgée. Je ne vous dis pas le nombre de femmes âgées qui sont victimes de viol. Le petit dad, c'est une question de loi, ce n'est pas un travail de loi. C'est une loi qui dit qu'il est en train de se faire. كتولي العقوبة مضاعفة ماشي بحال اللي قلت لك يعني كحماية لواحد جهة معينة فحسب لا راه تقدر تكون وحدة تعرضت لهذاك العرض وفاش كنقول لك هذاك العرض بداك المفهوم الواسع الفضفاض اللي كنقصدو أنا بالاعتداء الجنسي ويحدث ليها واحد التزعزع واحد الزعزعة واحد المرض في الذات ديالها يعني نفسيا ماشي كنقصد جسديا انا عندي اكثر من هذاك الضغط في الافتضاض اللي كتحدثوا عليه عباد الله انا كما قلت لك انا ما كنكتبش القانون ما كنقطعش منه كاين المشرع هو اللي كاتب داك الشيء ناحيه المشرع نطبق داك الشيء انا عندي قانون هذا انا كنطبقه قال لي بين هاد الوقعه هاد الحاله راه ضغط كيدوب العقوبه كندوب العقوبه كندوي على بدون رضاها واش كنقصدو ممارسة عنف معنوي ممارسة تهديد بليت كنشوف واحد الظاهرة جديدة واش هادي ما يمكنش نعتبروها اغتصاب واحد وعيط على وحده بالزملاء راه تجي ليه يشد ليها باش يتصاورني انا كاين ولاو كان الناس كتتواصل بهاد الطريقة التواصل الاجتماعي كيكون بالكاميرات مباشر وكاين بعض المرات شي بنات المراهقه ولا الاس لسبب او لاخر كتصيد له بالعربيه انا كنقول لكم بنات عباد الله ما تبقاوش تثقوا لان شحال من وحده كانت مصاحبه مع واحد في الليل كيبداو يديروا البوزات والتصاور هادشي كاين ماشي ما سمحوا لي كندوي شويه قاصح كما تيقولوا كاين هذا هو الواقع كيبدا التواصل وياه كيبدا التصور كيقول له وريني هذا وريني ستيك وريني هذا في الاخر كيبدا يهددا جوج حوايج ديال التهديدات اما بدا يجي لعندي الدار باش يمارس معاها الجنس واما كيبدا يتسمسر فيها عندنا ملفات عاوتاني مشكل اخر انا نشوف هذه الصوره هذه ما نعتبرهاش بمثابه عنف فين هي رضائي انا مو جو ان كا sur une personne qui moi je suis tenue par la confidentialité je vais pas dire les noms mais j'ai eu le cas d'une personne qui a été victime d'un viol parce qu'elle est partie avec quelqu'un de très connu enfin, qui lui avait demandé de passer avec lui dans son appartement après qu'ils aient dîné ensemble et parlé affaires pour lui donner un papier. Une fois dans son appartement, il a violé. Et puis, quand ses parents sont venus me voir, ils avaient peur de qu'elle soit poursuivie parce qu'il y a aussi cet article qui bloque. Donc, où si on ne reconnaît pas son viol et généralement on ne va pas le reconnaître, elle va être poursuivie par FESED. حقا انا كنقولها لك لالا حقا واخا تكون معاه في بيت واحد ولا في دار ما عندوش الحق يشدها صح ولكن الله يخليكم ما تساهموش في ارتكاب الجريمه ما تعطيهش انا نقول لكم بهذه العباره هذاك المغتصب ولا الجاني ولا نسميه كيما بغينا ما نعطوش فرصه فين يدافع على راسو فين يتخبى باش غيتخبى وحكا هي اللي جات عندي كاينين قولي اللي مثير في هاد الاونه الاخيره ان بزاف لي فام اللي كيجيو يديكلاريو انهم تعرضوا للاغتصاب كانت معرفه مثلا معرفه في مشروع زواج
يعني فوالا تيجي كاع ممكن يدير الخطبه بشكل رسمي باش يطمئنها انه باغي يتزوج بها وكيقول لها فوالا انا جيت تعرفت على عائلتك اذا جيت انت تعرفي على عائلتي وكيتخطا شحال من وحده جات عندنا تعرضت للاغتصاب بهذا السيناريو. الاسئله اللي كيطرحوا عليهم راه كتولي هي بحال متهمه بهذاك التخوف ديالها تقدر تقول ايه راني مشيت مع بخاطي ولكن ها قال لي ها قال لي كاين اللي كتعترف يعني ولكن واخا تمشي مع بخاطرها ما تعنيش انا خصو اغتصب اغتصاب راه اغتصاب راه اغتصاب ولكن ما راه عرفتي ملي ولكن الحالات اللي تجيو هي ان تستغل الخطوبه وكيل بي رغبتي العلاقه غير واضحه خطوبه مشات بخاطرها هنا كتبقى البنت مخلوعه ديال ان فوالا راه الا مشات غتابع قانونيا غيقول لها مشيتي على خاطرك اذا انت اللي بغيتي وكاين خطر ديال انها تتابع بالفساد. مشيت لعندهم مشيت لنفس ماشي بخاطر هي تقول لي الولد ديالو غير نجا وخطبوك صافي سكت ما قلت لهم حتى حاجه هو قال لي قلت شي حاجه راه ناكل كتساكت ما قلت حاجه تساقوا عيلت الخبر وانتما دعاو هو يهرب سنين هادي باش المشكل وقع عندهم في الدار اغتصب البنت وهرب مشى للرباط وهي من بعد شهر هربات هي مشات للسبت شدوها مشات سدتها واحد المراه بغات تسخر عندها الداتا على الجدرميه وتصابتها قاصيره دوا ديكلاري بها هما يعيطوا لي شدوها الجدرميه وعيطوا لي عيطوا لهادو ديال هنا عيطوا لي مشيت عندهم دوزتها لسوق الحد دلات بالاقوال ديالها قالت لي داكشي اللي كاين جاوا عند السيد ما صابوش هرب عامين هو هرب مني تشد مشينا للحكم الابتدائي عطاو 5 سنين عامين سورسي ومن بعد الاستئناف خلاو لي غير عامين حيدوا كل شيء عامين و4 المليون ديال الغرض ديال التحويل هادشي هو اللي خلاو لي وانا داك الحكم ما عاجبنيش تيجيني انا حقره هذه ماشي حكم لان هاد البلاصه محافظه وصعيب على الواحد يتقبل هذا الشيء لان الاشاعات الدور بنادم تيهضر انا مني ما تسطيش راه عندي الزهر لان راك عارف على الانسان النفس والبنت قاصيره يلا في عمرها 13 ونص واغتصبها في دارهم وجاري كنا مشاركين الطعام وواكلين وشاربين مع بعضياتنا انا هذيك 5 سنين ما قنعتنيش فيه وكون بعدا بقات غير هذيك 5 سنين شي شويه بعدا مره ما مقنعنيش انا فيه 10 سنين ما تتحسبش هذاك لو كان نحكم عليه انا راه نحكم عليه بالاعدام منذ 2010 حتى 2016 اشتغلت على هذه الملفات ديال الاغتصاب بالضبط وكانت من بين الملفات اللي بقات راسخه في الذهن ديالي هي واحد شي 3 أو 4 الملفات اللي كانوا الضحايا فيهم الاعمار ديالهم تقريبا 13 سنه وكانوا الجونات اللي الاعمار ديالهم اكثر من 18 سنه بل الملف
ديال 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 الزاوية كان فيه هذاك الجاني والسهاد مبرز، بالتالي كانت هذيك الجريمة من الجرائم اللي بقات راسخة عندي، وكنتذكرها كل ما تذكرت أنها كانت تألم ليها، لأن هذيك الحدث هذيك البنية هذيك الضحية اللي تعرضت كانت تتبان لي بأن الطفلة اللي هي صغيرة. كان قضى فيها القضاء بخمس سنوات حبسا سجنا نافذا، تستأنف تأيد فيه الحكم نيت بهذه الخمس سنوات في ضد البكرة ديالها، وكيمارس معها ممارسة ديال الأزواج واحد الفترة ديال 3 سنين أو 3 سنين ونص. بالتالي هذا من بين الملفات اللي كانت عندي. كاين قصيرة في ضد البكرة فيها كاع التشديد. صحيح. خدا 50 محكمة جريات معاه بمجموعة ديال الجلسات ومجموعة وحاصرت بجميع الأسئلة وبالشهود وبالوقائع وبالقرائن وكل شيء، حتى تثبت فعلا ثبوتا قطعيا على أن فينا هذيك الجرائم ترتكبات من طرف هذاك المتهم، وقضات عليه المحكمة بخمس سنوات. بخصوص التعليل، التعليل دائما للقضاء كاين عندنا نصوص اللي تعطيك ظروف ديال التخفيف، انعدام السوابق القضائية، بمعنى العقوبة ديال خمس سنوات بخصوص ديال الاعتقال في هذه الحالات هذه هي أقصى ما يمكن تيتعرض دابا في المحكمة. أغلبية ديال الملفات فيهم خمس سنوات سجنا نافذا أو ست سنوات على آخر الملفات اللي كان عندي فيهم ست سنوات. نعم؟ إيوا ظروف ديال التشديد، المحكمة اللي عندها السلطة التقديرية، عندها السلطة التقديرية إمتى تدير الظروف ديال التشديد، إلا كانت حالات العود، إلا كانت شي جرائم أخرى اللي كتمس بالأمن ديال الدولة أو بالأمن الداخلي أو الجرائم ديال الإرهاب، كيكون كنسمعوا هذوك العقوبات ديال 10 سنوات 15 سنة 20 سنة المؤبدات كنسمعوا في هذه الحالات هذو. ولكن في الجرائم ديال الاغتصاب في غالب الملفات كاين 5 سنوات سجن النافذة 6 سنوات سجن النافذة. عدد ديال الحالات اللي تابعناها يعني الأحكام إما تخرج المعتدي يعني طليق، لأن القانون كيف هذه المسألة، ماشي افتضاد ماشي اغتصاب، هو هاتك عرض إلى آخره، فهاتك كيف هو اللي تخلي المعاناة كالضعف عند ذاك الفتيات وعند الأسر ديالهم، واللي أدى في كثير من الحالات اللي تعرفت على المستوى الوطني واللي يعني داعت عبر وسائل المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي اللي أدت للانتحار. أحكام قضائية كتكون مخففة كيفما كتشجعش أن الضحية تمشي هذا تمشي تديكلاري. وكانت هذه المسألة ديال بحال الحالة اللي كنت هضرت لك عليها، أنها تعرضت لتهديدات كثيرة من طرف العائلة ديال هذا، وحتى ديال داروا لها شونطاج، عرضوا عليها واحد المبلغ كبير ديال الفلوس على أساس أنها تنزل مقابل ذاك المبلغ. عائلتها ضغطوا عليها، يعني راه مدة طويلة وكتجي كتشكى أن عائلتي كيضغطوا عليها على أساس أنني نتنازل مقابل علاش شنو كاع القانون ها وما كاع تشدوش شحال غيكون ممكن ما يتشدوش شحال كاع غيتحاكموا. هذه كيف دوك الضغوطات ديال العائله تنزلات على الشكايه، فقدان الثقه في القانون في جبر الضرر، لان ما حقاتش جبر الضرر، لان القانون كان خصو يعطيها حقها في العقاب وحقها في جبر الضرر. هذا ولا تا واحد بالنسبه لي. elle a été violentée c'est-à-dire qu'elle a fait face à l'arbitraire. Et nous lui disons, nous tenons absolument à lui dire que cet arbitraire doit être réparé. En tout cas, c'est ce qui lui importe d'abord, en premier lieu, c'est que l'arbitraire soit réparé, donc que la loi existe. ساعة الوقت اللي اغتصاب ديالها عدى 12 عام، كانت ساعة كتقرا في المدرسة، بقات كتقرا في المدرسة، شوية خرج من المدرسة مبقاش باغا المدرسة كاع مرة، عينا فيها جاو المعلمين عورتو بها مبقاش صافي مبقاش خرج من المدرسة. دازت واحد المدة الدرية ساعة راه عندو 17 عام. فايتها خمس سنين. خمس سنين باش فايتها. وهو كان دابا الوقت اللي مشينا مية دواء هضر مية دواء للطبيب المخزن ديال المخزن، عطاهم شهادة طبية. طلعونا لابريكات ما سولوا الدريه، قالت لهم ودي بغيت نقول لكم مخرج با. الوقت اللي خرجت انا من لابريكات قالت لي جودين، قالت لي ودي راه هربت عليها اش كاين علاش كاين، راه خدت من خوتي خدت من با، راه حسن ولد عمي راه هو مورا في خبارة كلشي خبارة كلها. بقات كتكسيني وكتعطيني الفلوس اللي بغاتها كتعطيها ليا، كتقول لي عسكتي
راه غادي ناخذك لولدي. واحد الوقت ناضت هي تزوجت ولدها رانا نضطر ناخذ من خوتي وخوت من با غطيح بها الروح راه. شنو درتي شكايه؟ مشيت هكا الوقت اللي مشيت درت شكايه درت على الجدرميه المهم عيطوا على الدري خويا قالوا لي جيب ولدك. جاوا هذاك النهار عيطوا على ولد الدري جابوه دخلوا في العشيه جاب لي الناس فيها 16 20 14 واحد ولا 15 واحد عيالات ورجاله جاوا ديال الدار دخلوا عندي قالوا لي شرقي قلت لي العام قال لي الدري ولدك والدري بنتك. قلت لهم اودي دابا المشكل دابا المهم خاصني انا دابا كنطلب منكم انا خاصني بوراق ديال بنتي. قال لي المهم صافي المهم الدري غدا راه غيتقدم للمحكمه الجنايات وغدا ان شاء الله غتخرج النهار اللي غتخرج غندير معاك الالتزام باش نصاوب النهار الدري توصل نصاوب لك اوراق ديالك. شنو هما الوراق؟ الوراق سموه يتزوج بها ويطلقها. تزوج بها؟ ويطلقها صافي بعد تزوج الله يسهل عليك. ولكن انا دابا البنت ساكنه بالعروبيه دابا هاد البنت بغا جا واحد بغا يخطب اش غنقول لي؟ وانا ساكن في الباديه اش غادي نقول؟ نقول لي راه باقا بنت؟ الطبيب راه كاين. ايوا بعت لحد تما مشيت عندو قلت لي عيط عليك قلت لي صاوب معايا وراك قال لي سير دير جهدك ديري. مشيت جددت انا درت محامي جدد الدعوه وبعد جيت كان نهار اثنين مشيت للدوسي جبرت تحكم نهار 12 7 غيابيا وانا ساكن في العروبيه وما عمري جاتني شي سيده ما عمرهم عيطوا عليا ما والو تحكم غيابي بسنه. بعد مشيت هاد السنه فين هي السنه وسيد محكومه النافذه فين هي السنه ديال النافذه؟ ما دخلش الحبس ما دخل الحبس لا والو. دابا هالعام شنو هو هالعام؟ دابا الاغتصاب داير لي هذاك العرض قصير بالعنف في الدوسي في المحضر وفين هو العام؟ عام لا هو عام؟ ما تنفسش هذاك العام. المسألة ديال العقوبات، العقوبات واللي عندها علاقة بالاغتصاب، العقوبات في التحرش الجنسي من كذا إلى كذا، من 3 أشهر إلى هذا، الاغتصاب من كذا إلى كذا، يعني في إلى رجعنا غير للقوانين العربية، ما مشيوش حنا لهذا، غادي نجبروا بأنه العقوبات محددة بشكل هذا، علاش حنا من كذا إلى كذا؟ بمعنى كنزيدوا نوسعوا الهامش ديال السلطة التقديرية للقاضي، وحنا كنعرفوا الثقافة السائدة، ثقافة تمييزية، ما كنعممش ولكن يعني هاد السلطة التقديرية ماشي دائما لصالح النساء ولصالح انتصاف الفتيات والنساء. حقا السلطة التقديرية أنا ما كنقولش ما تزول ما يمكنش تزول، لأن كتبقى ولكن خصنا تشبع الثقافة ديال حماية المجتمع من هذا النوع من الاعتداءات، نعطيو هذا النوع من الملفات واحد العناية بدقة. شوف لالا كيستحق البراءة نعطيه البراءة، ونقولك الصراحة يا نعطيه البراءة يا نعطيه حكم اللي في مستوى. إلا عندك شك متع المتهم بحقه حتى المتهم عنده حقوق، الشك يفسر لفائدة المتهم. القانون توجد باش يطبق، المسؤولين على إنفاذ القوانين مفروض يتكونوا في حقوق الإنسان وفي المفروض يطلعوا على التجارب، يعني اللي قريبة لنا غير قريبة لنا غير في تونس غير في هذا اللي متقدم علينا بكثير في هذه المسألة هذه، مفروض انهم يعني يتسائلوا الى ما طبقوش هذا الى ما طبقوش القانون. يا يو دي سويسيد يا يو دي ديسي enfin il y a eu des cas où on a attendu qu'il y ait un suicide ou un décès pour changer la loi. C'était pour Amine El Filali. Et mais aujourd'hui, est-ce que après tous les décès qu'on a eu de ces femmes qui ont porté plainte et qui n'ont pas été protégées, qu'est-ce qu'on va faire pour la protection des femmes ? نحن الان نحتاج الى سياسه جنائيه جديده لتحقق الردع، لان ما شنو اللي كيبغي المجتمع؟ شنو اللي تنتظروا حنا الان من هذه العقوبات ديال دخلوا الحبس خرجوا منها؟ كنتظروا ان تكون عندنا واحد سياسه جنائيه رادعه لانها تحد من انتشار ديال هذا الجريمه. ولكن هذا الامر هذا ما كيتعلقش بالمحكمه او يتعلق بل تيتعلق بواحد الاراده سياسيه ديال الدوله، واحد الاراده سياسيه ديال الحكومه، واحد الاراده سياسيه ديال البرلمان، واحد الاراده سياسيه ديال المجتمع.